الرئيس السيسي يثمن المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. الرئيس السيسي يؤكد الموقف المصري الداعي لعدم توسع دائرة الصراع ووقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة. ومدبولي يؤكد أن إجراءات الدولة أسهمت في إنهاء مشكلة نقص الدواء بصورة كبيرة. مشاهدينا الكرام، 3:12 بتوقيت غرينتش، ساعة إخبارية مفصلة تأتيكم عبر شاشة إكسترا نيوز. مرحبا بكم من القاهرة، بداية الثالثة مع هشام عبد التواب. أهلا بك هشام. أهلا بك روضة. أهلا بكم. ثمن رئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقبال الرئيس السيسي خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، ثمن المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في التنسيق المستمر بين قيادتي الدولتين والرؤية المشتركة التي تجمعهما من أجل تحقيق السلام في المنطقة. وخلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد رئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بالإضافة إلى سفير إسبانيا بالقاهرة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطوراتها، حيث ثمن السيد الرئيس المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في التنسيق المستمر بين قيادتي الدولتين والرؤية المشتركة التي تجمعهما من أجل تحقيق السلام في المنطقة. ومن جانبه نقل الوزير الإسباني للسيد الرئيس تحيات وتقدير رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وأشار إلى تأييد ودعم إسبانيا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا محورية الدور الذي تقوم به مصر إقليميا لوقف توسع دائرة الصراع ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار. وقد شهد اللقاء في هذا الصدد التوافق على أهمية زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان على النحو الذي يمنع استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية ويفتح الطريق نحو مسار تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. كما تناول اللقاء تأكيد عمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى أفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أكد الجانب الإسباني في هذا السياق حرصه على تعزيز مشاركته في عملية التنمية التي تشهدها مصر من خلال دور الشركات الإسبانية في العديد من القطاعات، ومن بينها التصنيع والزراعة والنقل، وذلك بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والإسباني الصديقين. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وقد ركز اللقاء على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة، حيث أكد السيد الرئيس الموقف المصري الداعي لعدم توسع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة. وأكد السيد الرئيس في هذا السياق ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين. من جانبه أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيدا بالدور المصري في هذا
والصدد على جميع المسارات. كما نقل وزير خارجية إيران تحيات وتقدير الرئيس مسعود بزشكيان للسيد الرئيس، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، وتم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين. ركزت غالبية الصحف ووسائل الإعلام العالمية على أهمية لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خاصة أن زيارة عراقجي هي الأولى منذ سنوات. كما لفتت الصحف كذلك إلى اللقاء الذي يؤكد أهمية دور مصر المحوري في ظل الأوضاع الراهنة، كما ركزت على تحذيرات الرئيس السيسي من خطورة اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وكذا على تكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وكذا لبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين. هذا وأبرزت ميدل إيست مونيتور كذلك أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقالت الصحيفة إن اللقاء يعكس محورية دور مصر، وركزت على تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة اتساع رقعة الصراع على الأمن الإقليمي والدولي، وكذلك دعوته لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة لمنع امتدادها إلى صراع إقليمي من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على أمن وقدرات كل دول المنطقة. إلى ذلك أشار موقع ABC نيوز الأمريكي إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أوضحت أنه يهدف إلى بحث الجهود المبذولة لتهدئة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. وقال الموقع أن الرئيس السيسي جدد الدعوة إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة لمنع امتدادها إلى صراع إقليمي، داعيا إلى وقف التصعيد في لبنان والانتهاكات في الضفة الغربية وضمان وصول المساعدات الإنسانية الضرورية. مضيفا أن ذلك يأتي خلال أول زيارة من نوعها للمسؤول الإيراني إلى مصر منذ سنوات. كما سلطت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية الضوء على تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة لمنع امتدادها إلى صراع إقليمي من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على أمن وقدرات كل دول المنطقة، مضيفة أن ذلك جاء خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني للقاهرة لبحث التوترات الإقليمية في أول زيارة من نوعها منذ سنوات. أما رويترز فقد ركزت على أهمية اللقاء في ضوء التطورات الإقليمية، لافتة إلى تجديد الرئيس السيسي دعوة مصر لتجنب توسع الصراع والحاجة إلى وقف التصعيد لمنع اندلاع حرب إقليمية شاملة. كما أوضحت وكالة أسوشيتد بريس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجريا محادثات ركزت على الجهود المبذولة لتهدئة الحرب الإسرائيلية ضد غزة ولبنان، مشيرة في هذا الإطار لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة لمنع امتدادها إلى صراع إقليمي. وأضافت الوكالة أن زيارة عراقجي إلى مصر تأتي في إطار جولة دبلوماسية أوسع نطاقا في المنطقة تهدف إلى تخفيف التوترات. ومن جانبها أشارت إندبندنت عربية إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الإيراني يأتي وسط التوترات المتصاعدة، ومشيرة إلى أنها أول زيارة من نوعها منذ أعوام. أبرزت الصحيفة تأكيد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء ركز على التطورات الجارية في المنطقة، إذ أكد الرئيس السيسي الموقف المصري الداعي إلى عدم توسع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة. وأضافت أن الرئيس أكد في هذا السياق ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين.
هذا وركزت صحيفة الشرق الأوسط على أهمية زيارة وزير الخارجية الإيراني التي تأتي لأول مرة منذ سنوات، كما أبرزت تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء على موقف مصر الداعي لعدم توسع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة. كما تناولت شبكة يو اس نيوز الأمريكية تفاصيل الزيارة والاجتماع بين الرئيس السيسي ووزير الخارجية الإيراني، حيث أشارت الشبكة إلى تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أهمية المحادثات مع الرئيس السيسي التي وصفها بالمهمة، والتي تأتي في إطار جولة في الشرق الأوسط لاحتواء التصعيد في المنطقة ومنع اندلاع حرب إقليمية شاملة. أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي الضرورة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع والتوصل إلى صيغة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي، حيث تناول اللقاء التطورات الإقليمية المتلاحقة في كل من لبنان وقطاع غزة والبحر الأحمر. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف إن عبد العاطي شدد على موقف مصر الداعي لضرورة معالجة جذور الصراع في المنطقة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أهمية تجنب استدراج الإقليم إلى مواجهة كارثية قد تؤدي إلى حرب إقليمية واسعة. كما شدد وزير الخارجية على رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المتابعة الحثيثة لجهود توفير الدواء في السوق المصرية، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في إنهاء مشكلة نقص الدواء بصورة كبيرة والعودة إلى مرحلة ما قبل نقص الدواء. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في الأسواق بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حيث أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أهمية تبني استخدام الاسم العلمي بديلا من الاسم التجاري بما يساعد على توفير الدواء البديل للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في هذا الصدد. كما أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لهيئة الشراء الموحد من أجل تلبية احتياجات القطاع الطبي وبشكل عام، وذلك في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة لقطاع الصحة كأحد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن. هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية وضع تصور للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، لا سيما في ضوء وجود تجارب دولية ناجحة والتي أسهمت بدورها في تحقيق طفرة تنموية أشادت بها المؤسسات الدولية. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة وضع تصور للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في ظل وجود بنية تحتية ناجحة لدى مصر لتطبيق منظومة متكاملة في إطار مبادرة جديدة تتبناها الدولة وتسهم في خفض معدلات الفقر وتحقيق مستهدفات التنمية. قال الفريق كمل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة أن الحكومة تستهدف جعل مصر مركزا إقليميا للتجارة والنقل البحري والترانزيت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى القاهرة الأول أكد الوزير أنه على الرغم من الصراعات المستمرة في العالم والتي تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات الدول، فإن مصر تقف على أرض صلبة وهي قادرة على تخطي جميع التحديات وعبور الأزمات التي يمر بها العالم أجمع. كما أشار إلى أن مصر لها دور رئيس ضمن جهود السلام في المنطقة وستظل تسعى لتعزيز دورها في الساحة الدولية.
فيما يتعلق بالصناعة، أوضح الوزير أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية في الأول من سبتمبر الماضي لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيا وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، وذلك لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين دون التفاء أو دون التقاء المستثمر مع الموظفين. كما أعلن استهداف التركيز في المرحلة المقبلة على توفير الأراضي للمطورين الصناعيين لتمكينهم من جذب الاستثمارات الكبيرة والتي ستسهم في تشغيل الصناعات الوسيطة والمكملة. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أن المجلس الصحي المصري اعتمد البرنامج العلمي للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والمقرر عقده تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 21 إلى 25 من أكتوبر 2024 تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام. أوضحت وزارة الصحة أنه يمكن لكل أعضاء الفرق الطبية من العاملين بالمنظومة الصحية الحصول على الساعات المعتمدة من خلال استكمال مراحل التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، ومن ثم تسجيل الجلسات للراغبين في حضورها من خلال إنشاء جدول الجلسات الخاص بهم على الموقع الإلكتروني، ويليها حضور الجلسات شخصياً وتسجيل الدخول والخروج من الجلسات. ونوهت بأنه بالتزامن مع تعزيز أهداف التنمية المستدامة يفتح المؤتمر الآفاق أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال منصة ديناميكية تعرف باسم مركز الابتكار، والتي تمكنهم من عرض أفكارهم المبتكرة والمتميزة. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان منذ انطلاقها لأكثر من 55 مليون و803 ألف خدمة. وخلال الأيام الأربع الماضية قدمت المبادرة أكثر من 9,157,000 خدمة، وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية تقديم 87,000 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية. كما تم تنفيذ حملات للتوعية ورفع الوعي بأهمية اليوم الأول في حياة الطفل من خلال الرائدات الاجتماعيات. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية العمل على مشروع عربي مشترك للتكيف مع آثار تغير المناخ، لافتة إلى حتمية توحيد الجهود والرؤى العربية والتحدث بصوت واحد، خاصة في موضوع الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، لا سيما مع اقتراب مؤتمر المناخ COP29. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للدورة 35 لمجلس وزراء البيئة العرب والمنعقدة في جدة، حيث أكدت الوزيرة في كلمتها على مجموعة من الرسائل في مقدمتها دعم جهود دولة فلسطين الشقيقة، بالإضافة إلى الحق في الحصول واستخدام واستدامة الموارد الطبيعية في فلسطين، مطالبة المجتمع الدولي متعدد الأطراف بعدم ازدواجية المعايير الخاصة بصون الطبيعة ومكافحة التلوث والحد من الانبعاثات. كما أشارت الوزيرة إلى جهود مصر في تعزيز العمل البيئي في عدد من المجالات. أعلن وزير الموارد المائية والري هاني سويلم إطلاق المبادرة القومية على الأد للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه. جاء ذلك في ختام فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه الذي يناقش خطط وتشريعات المجتمعات الذكية وكذا قدرة المدن على التكيف مع المناخ، فضلا عن التوعية بأهمية الحفاظ على المياه. علشان نقدر نستمر نواجه التغيرات السكانية وإن احنا نقدر نعمل المشروعات القومية اللي احنا ملتزمين بيها، فلازم كل واحد فينا يبقى ليه دور، هو ده الهدف منه. والحقيقة اللي خليني أقول إن دور الحملة هو توعية المواطنين داخل مصر، أما ما هو خارج مصر فمؤسسات الدولة تعيه تماما، وكل مؤسسات الدولة تعمل عليه في تواصل مستمر شبه يومي. فخلينا احنا نتكلم على مواردنا المائية. مواردنا المائية الحقيقة احنا لينا 55.5 مليار متر مكعب
إن شاء الله لن يقل في المستقبل في أي سبب من الأسباب، ولكن إحنا اللي بنزيد، عدد السكان بيزيد، والمفروض إن إحنا نستمر بنفس كمية المية إن إحنا نغطي الاحتياجات اليومية للدولة المصرية. فحملة على الأد الحقيقة هي حملة بتطلقها وزارة الموارد المائية والري مع العديد من الجهات والمؤسسات، زي ما هنتكلم بعد كده. احنا بنشتغلش لوحدنا ولا نقدر نشتغل لوحدنا بدون وجود القامات اللي موجودة معانا من الإعلام ورجال الدين، سواء من وزارة الأوقاف أو من الكنيسة المصرية، العلماء وخبراء والكتاب المرموقين اللي موجودين في القاعة وغيرهم كتير، الإعلاميين والإعلاميات اللي موجودين معانا، أسماء لامعة طبعا موجودين في القاعة. فالحقيقة بدون كل المجهودات حضراتكم الحملة مش هيكون لها أي تأثير، وإحنا بنكاونت أو بنحسب بنعتمد على مساعدة حضراتكم لهذه الحملة. إحنا عايزين ننمي الوعي عند الناس بطرق مختلفة. يعني خلينا نقول إحنا ما بنطلبش دايما إن إحنا ناخد ساعات على الهوى، ولكن بنطلب لو إحنا عندنا أي برنامج لابد من إن إحنا نتكلم مع المواطنين عن المية بطريقة مبسطة اللي حضراتكم اعتدتوا على توصيل المعلومة للمواطن. إحنا بنقول للناس اطمنوا، الهدف السادس اللي هو يعنيهم مياه الشرب بيتحقق بسرعة جدا، ولكن هم كمان لازم يكون ليهم دور معانا علشان المواطن ما يحسش ان حملة على الأد في مشكلة هتحصل، في أزمة جاية. الكلام ده غير حقيقي، وأنا بنفيه تماما اللي احنا بنقوله ان احنا ازاي هنتعامل مع المياه مع الزيادة السكانية إلا إذا كنا نوفر. خلينا نقول بالأرقام احنا كمستهلكين فعلا مش من الدول اللي الاستهلاك الفرد قليل، احنا من الدول اللي استهلاك الفرد مرتفع في مياه الشرب، في استخدامات اليومية، في كل استخدامات على مستوى المياه الشرب. يعني محتاجين ننزل بالرقم اليومي لاستهلاكنا في مياه الشرب، يعني خلينا اقول على الاقل 30-40%. افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، افتتح خطي إنتاج للأجبان لإحدى الشركات العالمية بطاقة إنتاجية تصل إلى 100,000 طن سنويا. وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح أشار الوزير إلى أن الحرص على المشاركة في افتتاح خطوط إنتاج جديدة بالمصنع يأتي في إطار خطة وزارة الصناعة لدعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وخاصة في مجال الصناعات الغذائية، ومن ثم التصدير للخارج بجودة عالية وبأسعار منافسة. كما يأتي هذا الاحتفال في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة. أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري دعم مصر للأشقاء الأفارقة في مجال الموارد المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات حصاد مياه الأمطار وتطهير المجاري المائية وحفر الأبار الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية. جاء ذلك خلال حفل تكريم 24 من المتدربين الأفارقة المشاركين في الدورة التدريبية المنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمي والتابع لمعهد بحوث الهيدروليكا ضمن فعاليات أسبوع القاهرة 7 للمياه وأسبوع المياه الأفريقي 9، حيث أشاد الوزير بالإمكانيات اللوجستية المتميزة التي يتمتع بها المعهد لخدمة المتدربين الأفارقة المشاركين في الدورات التدريبية. أكد أحمد كوجك وزير المالية أن سياسات الوزارة الاقتصادية صارت أكثر استهدافاً للاستقرار المالي ونمو الإنتاج والتصدير، وذلك لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية لدفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بفرص استثمارية واعدة في الكثير من المجالات. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي التركي، حيث أكد الوزير أن هنالك تطوراً كبيراً في العلاقات التجارية المتوازنة بين البلدين، ما جعلها تصل لأكثر من 8 مليارات دولار عام 2023، موضحا أن العلاقات الاستثمارية تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن مصر أصبحت مركز جذب للشركات التركية للتصنيع والتصدير وفي السياحة أيضا.
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خوسيه مانويل ألبريز وزير الخارجية الإسباني خلال زيارته لمصر، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لدفع رؤية مصر التنموية. استعرض الوزيران تطورات العلاقات المشتركة بين البلدين ومقترحات تطويرها لتلبي التطلعات المشتركة وتعاكس الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ولمواجهة التحديات التنموية وتمكين القطاع الخاص المحلي وكذا الأجنبي. تناول الاجتماع التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق التعاون المالي الذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس وزراء إسبانيا لمصر لعام 2021، والذي يتضمن إتاحة تمويلات إنمائية لمشروعات تنموية ودعم فني في مصر بقيمة 400 مليون يورو، والذي يعمل على توسيع مجالات التعاون بين البلدين على مستوى توريد السلع والخدمات للمشروعات التنموية المنفذة في مصر من خلال توطيد التعاون مع القطاع الخاص الإسباني، فضلا عن الدعم الفني المطلوب للعديد من المشروعات على مستوى دراسات الجدوى وغيرها. أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لمستوى القيادات المحلية والاستجابة لأي شكاوى من المواطنين فيما يخص أي تقصير في أداء العمل وتعيين قيادات في المراكز والمدن بالمحافظات من خارجها تعزيزا لمبدأ الشفافية. جاء ذلك خلال استقبالها عددا من أعضاء مجلس النواب يمثلون لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والشباب والرياضة، حيث أشارت الوزيرة إلى حرصها على هذا اللقاء لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين، وكذا متابعة جهود تحسين الخدمات المختلفة التي تقدمها المحليات لمواطني المحافظات واستكمال كل المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين. إلى ذلك تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات على أرض المحافظة. ناقشت الوزيرة مع محافظ بني سويف استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024-2025 ومعدلات تنفيذ المحافظة لمشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، المرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية والمجالس القروية. ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة لتلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمواطني بني سويف. واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولته التفقدية بزيارة عدد من مدارس القاهرة لمتابعة انتظام سير العمل الدراسي. وخلال الجولة تفقد الوزير المدرسة الفنية المتقدمة التجارية بنين بإدارة السيدة زينب التعليمية، حيث اطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة ونسب حضور الطلاب. كما تفقد الوزير مدرسة محمد علي الإعدادية بنين للوقوف على مدى صلاحيتها لتحويلها إلى مدرسة مصرية يابانية العام الدراسي المقبل. شارك أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ بوزارة الشباب والرياضة على مدار 10 أيام في عدد من الفعاليات الهامة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي نظمتها وزارة الخارجية، وذلك تحضيرا لمؤتمر COP29 في أذربيجان. جاء اختيار شرم الشيخ لهذه الاجتماعات تقديرا للدور المصري البارز في استضافة COP27. وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مشاركة أعضاء اللجنة في فعاليات بهذا المستوى تعد انعكاسا كبيرا للاهتمام الذي توليه مصر لتمكين الشباب في مواجهة قضايا تحديات التغير المناخي والاستدامة.
تلقت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري تقريرا عن فعاليات مبادرة بإيديك تنقذي حياة التي ينفذها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية. قام الهلال الأحمر المصري خلال 15 يوما الأولى من انطلاق المبادرة بتنفيذ 24 دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، استفاد منها نحو 470 شخصا، حيث تم تزويدهم بالمعرفة الضرورية لمواجهة الحالات الطارئة والتعامل معها بفعالية. كما تم تنظيم 10 ندوات توعوية في مختلف المحافظات استهدفت رفع مستوى الوعي بأهمية الإسعافات الأولية، وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 501 من الأشخاص. وتستهدف المبادرة 15 ألف رائدة اجتماعية، حيث من المقرر عقد 500 دورة تدريبية في مختلف محافظات الجمهورية. حرص وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو على تسليم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ميدالية جائزة النيل للمبدعين العرب والتي أعلن عنها في مايو الماضي، ذلك ضمن زيارة وزير الثقافة لإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. أكد وزير الثقافة أن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يعد واحدا من أبرز الشخصيات التي أسهمت وبشكل بارز في تعزيز الثقافة العربية. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة ستارز للكشف المبكر عن سرطان الثدي للمرأة خلال قافلة طبية، وذلك بالتعاون مع جامعة ومكتبة الإسكندرية وفريق المبادرات بوزارة الصحة. ووجدت المبادرة في إحدى الشوارع أمام مجمع كليات جامعة الإسكندرية. يهدف البرنامج إلى توصيل الخدمة بشكل مجاني للسيدات داخل المحافظة. النهارده موجودين على هامش مبادره ستارز. مبادره ستارز هي بالتعاون ما بين مؤسسه حياه كريمه وجامعه الاسكندريه ومكتبه الاسكندريه. النهارده موجودين في قافله طبيه تهتم بصحه المراه المصريه، طبعا دي بتتم بالتعاون ايضا مع محافظه الاسكندريه. المبادره بتيجي على هامش شهر اكتوبر، طبعا زي ما حضرتك عارفين شهر اكتوبر هو يعتبر شهر صحه المراه. مؤسسه حياه كريمه النهارده بالتعاون مع الجهات الشريكه متواجده في القافله الطبيه، بنقدم خدمات الكشف المبكر على سرطان الثدي، ده طبعا بالتعاون مع فريق المبادرات بوزارة الصحة. النهارده موجودين مع فريق المبادرات مع الزملاء من محافظة الاسكندرية ومع فريق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، بحيث النهارده نقدر نوفر الخدمة لأهالينا في اسكندرية بشكل مجاني. وتتواصل في محافظات الجمهورية فعاليات حملة إيد واحدة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة وكذا الهلال الأحمر المصري لتوفير الدعم الغذائي والنقدي والخدمة الصحية وتقديم البرامج التوعوية لأكثر من 1.5 مليون أسرة من الأكثر استحقاقاً. احنا النهارده في كفر داود الجديده، القريه دي تبع مركز السادات، هي بتبقى يعني احنا جينا هنا ليه بالذات علشان هي ما فيهاش مستشفيات او المستشفيات بعيده عنها كتير. المستهدف بتاعنا بقى 250 حاله، احنا لحد دلوقتي الحمد لله وصلنا لحد 400 حاله، ومعانا كل التخصصات بطنه واطفال وعظام ونساء، ومعانا رمد كمان. جايين بقافله طبيه فيها جميع التخصصات، فيها بطنه واطفال وجلديه وانف واذن وعظام، واحنا مستهدفين فئات كبيره النهارده في كفر داود.
وطبعا وصلنا لحد دلوقتي 400 اسره. القافله فيها مميزات كتير زي فيها ادويه مجانيه وفيها برضو تحاليل ومعانا برضو نظارات طبيه باسعار رمزيه جدا. متقدم القافله الطبيه يعني خدماتها بالمجان مع تقديم بعض الادويه والتحاليل الطبيه والكشف بالاشعه التلفزيونيه للحالات المحتاجه. عندنا الامراض المزمنه، امراض السكر، امراض الجهاز الهضمي، الازمات الربويه، الضغط. عرفت ان في قافله هنا لان هم ندهوا في الميكروفات بتاعه المساجد وجيت حضرتك انا هنا على سبيل ان انا ايه اكشف، واحنا هنا فعلا محتاجين لاي دعم إن كان طبي. نرى أنهم ينمون بالحقيقة الإنسان، وهذا ما يجعله في رقي، في نمو، في ازدهار، في تقدم. برامج روحية وبرامج دينية وبرامج صناعية وبرامج زراعية وبرامج تعليمية في شتى المجالات. اشتغلنا في قرية منزوز، عملنا أنشطة كتيرة زي تحسين التعليم. تحسين التعليم بنهتم بالطفل، بنعلمه في الدراسة بتاعته. كان عندنا كورسات كمبيوتر، في تعليم كبار بنهتم بالسيدات الغير متعلمات، نفتح لهم فصول تعليم كبار بحيث انهم يتعلموا. في فصول الصحة عندنا برنامج الصحة، بنعمل فيه فصول حملات زي حملة الغدة الدرقية وحملة الكف البصري، وعملنا عدد كتير وخدمنا بيها أهل القرية. نعمل ندوة عن أمراض الكلى، وإحنا النهاردة داعيين دكتور يتكلم مع السيدات، مستهدفين السيدات القرى عن أمراض الكلى وإزاي إحنا نحافظ على الكلى. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، وإحنا مكملين بفضل الله نهاية الشهر في حملة الإطعام. الحملة بتتم بالتناوب مع مجموعة الجمعيات الأهلية في محافظة جنة، وإن شاء الله موجودين بفضل الله. بنعمل تقريبا 250 وجبة كل يوم، بدءا من اليوم هيبقى معنا كمان 50 وجبة للأطفال. وجبات تبقى شاملة على 100 جرام لحمة و 200 جرام رز و 200 جرام خضار زائد ثمرة فاكهة. النهاردة عندنا إعداد وجبات للأطفال، التوتال بتاعنا من الحد الخميس عندنا 250 وجبة. النهاردة هنطلع 50 وجبة للأطفال. العدد بتاعنا الوجبة بتتكون من 200 جرام رز، 200 جرام خضار، 100 جرام لحمة. أما وجبة الأطفال بتتكون من 150 جرام رز و100 جرام لحمة وعلبة عصير وثمرة فاكهة. احنا ما زلنا بنكمل مسيرتنا في حملة الإطعام مع مؤسسة مصر الخير تحت منظمة التحالف الوطني. احنا بنستهدف الأسر المستحقة في مطبخ مصر الخير، وبنوصل لهم الوجبات لغاية البيت. ما بنتعبش حد بيجي يستلم الوجبات من الجمعية، فما بنتعبش حد. بنشكر مؤسسة مصر الخير وبنشكر التحالف الوطني. احنا في قافلة طبية بنقدم عدة تخصصات، منها باطنة وأطفال ورمض وعظام ونساء، وبنقدم نظارات طبية للمحتاجين. احنا بعد كده بعد القافلة بنتابع الناس المحتاجين عمليات أو حاجات تاني في المستشفيات الحكومية، بنتابعها بالمجان. بيكون في متابعات للمرضى بعد كده في أي مكان تبع التحالف الوطني. بيتم توقيع الكشف الطبي على الحالات هنا، واللي محتاج نظارة بنحوله يعني، وبتعمل النظارة مع مسؤولين المؤسسة،
والحالات اللي بتبقى محتاجة عمليات بنكتب لها التقرير بيتم تحويلها على مستشفيات. شاكرين جدا جدا للدكاترة والقافلة اللي جاءت وشاكرين لهم جدا جدا وعملوا معنا الواجب زيادة. مش أول مرة أن أنا ألتقي بعيادات مصر المتنقلة، عيادات فخمة كل الإمكانيات موجودة فيها، دكاترة متخصصون، حتى أقروا لي بعمل نظارة بالمجان، ما أخذوش أي شيء إلا صورة البطاقة الشخصية. تتواصل فعاليات بطولة وادي الفروسية الدولية للفروسية والتي تستضيفها مصر، ويشارك في البطولة ألمانيا وأستراليا وفرنسا وهولندا إلى جانب جنوب أفريقيا وليبيا وسوريا بواقع 15 فارسا، كما يشارك في البطولة نحو 170 جوادا. شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقائع المؤتمر الصحفي لإطلاق الحساب الفرعي لمساهمة الرياضة بالناتج المحلي الإجمالي للرياضة في مصر والأول على مستوى دول المنطقة العربية وأفريقيا، وذلك في مقر معهد التخطيط القومي. وخلال كلمته أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإطلاق يعد خطوة تاريخية نحو تعزيز مكانة مصر الريادية في المجال الرياضي على مستوى المنطقة والقارة، مشيرا إلى أن هذا الحساب يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد المالية للرياضة المصرية ويضمن الشفافية والمحاسبة في إنفاق الأموال العامة على هذا القطاع الحيوي. كما أشار الوزير إلى أن إطلاق هذا الحساب يأتي تماشيا مع رؤية الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية الرياضية ودعم الأبطال الرياضيين، موضحا أن هذا الحساب أيضا سوف يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للرياضة المصرية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، حيث تفقد المحافظ نسب الأعمال بالمنطقة من ميدان الرماية وحتى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وخلال الجولة أكد المحافظ ضرورة تنفيذ الأعمال وفقا لأعلى معايير الجودة وبالمواصفات التي تضمن تحقيق عوامل الاستدامة لها، مشددا على الشركة المنفذة بالانتهاء من كل الأعمال ورفع نواتج المخلفات، موجها رئيس حي الهرم بالحضور الميداني الدوري ومتابعة نسب التنفيذ للشركة المنفذة ليتكامل الشكل الحضري بذلك القطاع. وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالحلول العاجلة ومتابعة التنفيذ لعدد من المشكلات والشكاوى المعروضة خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين، حيث طالب المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع شركة الأدوية المعنية لإمكانية توفير علاج سرطان القولون الذي يتم صرفه على نفقة الدولة بالجرعات المطلوبة لإحدى للمواطنين. كما وجه المحافظ قطاع التضامن بعمل بحث اجتماعي لمواطن آخر لتوفير حزمة من إجراءات الدعم بجانب معاش تكافل وكرامة. عقد محافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملوط اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رؤساء المراكز، وذلك لمتابعة موقف ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء وجهود استرداد مستحقات الدولة،
ووجه محافظ الوادي الجديد بوضع خطة زمنية عاجلة للانتهاء من جميع حالات التقنين والتصالح في 25 من أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى سرعة البت في طلبات التقديم المقدمة من المواطنين لتمكينهم من التقدم للتصالح، وإنهاء إجراءات الطلبات المقدمة واستمرار أعمال المعاينات والبت وتلقي الطلبات بالفترات المسائية وأيام الجمعة والعطلات. كما تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مجمع مستشفيات ميت خلف، وذلك لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على وجود الأطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى. كما تابع محافظ المنوفية انتظام العمل بمشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة، وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية لفريق العمل بالمشفى تقديرا لأدائهم في الارتقاء بالمنظومة وحصول المشفى على المراكز الأولى في مختلف التخصصات ضمن المبادرات الرئاسية. أفادت الصحة الفلسطينية بارتكاب قوات الاحتلال مجزرتين بحق العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 29 فلسطينيا وإصابة 93 آخرين خلال 24 ساعة. هذا وأعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 42,438 شهيدا، بالإضافة إلى 99,246 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023، مضيفة أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ولمتابعة الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز أحمد عبد الرازق. أهلا ومرحبا بك معنا، آخر التطورات لديك أحمد. شكرا هشام. من أمام معبر رفح البري الحدودي نرصد آخر تطورات الأحداث وحركة دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. اليوم معبر كرم أبو سالم يسجل إغلاق كامل، وهذا كما سجل في جدول عمله الشهري لشهر أكتوبر. في شهر أكتوبر ثبت في جدول عمل المعبر أن هناك 15 يوم عمل، من بينها 6 أيام عطلة أسبوعية وخمسة أيام يعمل فيها المعبر حتى الساعة 10 ظهرا وأربعة أيام إغلاق كامل اليوم من بين هذه الأيام. إذن أيام عمل المعبر الفعلية هي 5 أيام خلال شهر أكتوبر لحتى الساعة 12 ظهرا، أي أن عدد الساعات التي يعملها المعبر لا تتجاوز 30 ساعة طوال شهر أكتوبر فيما مضى منه من أيام وما هو آت من أيام. وبالتالي كل ما دخل خلال شهر أكتوبر حتى اليوم فقط لا يتجاوز 200 شاحنة حتى اليوم. بطبيعة الحال يؤثر عدم دخول أو شح دخول المساعدات على الوضع الإنساني داخل قطاع غزة الذي أصبح عبارة عن مجموعة مجازر تسلم بعضها البعض. فاليوم قامت قوات الاحتلال بقصف إحدى المدارس في مخيم جبليا شمال القطاع، مدرسة أبو حسين، والذي أسفر عن 19 شهيدا كحصيلة أولية وعشرات الإصابات. هؤلاء المصابين يتوجهون للعلاج في مستشفى كمال عدوان، وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أرسلت اليوم نداء استغاثة بأن مستشفى كمال عدوان يواجه اليوم أيضا كارثة إنسانية تخص الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين خاصة بالحضانات، نظرا لعدم وجود وقود كافي لتشغيل المستشفى وتشغيل الحضانات وعدم وجود أو دخول المستلزمات الطبية والمستهلكات الطبية إلى المستشفى. أيضا في وسط رفح مستشفى الكويت واجهت أيضا قصفا ألحق بها أضرارا كبيرة، مع العلم أنها كانت تعمل في الأصل بأقل من 20% من طاقتها. إذن هذا جزء أو ملمح من الملامح الإنسانية أو ملامح الوضع الإنساني التي نحرص أن ننوه عنه في كل رسالة. هذا هو الوضع الصحي داخل القطاع حتى هذه الساعة، وتأثير عدم أو شح دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم الذي أصبح يعمل بآلية غير اعتيادية تؤثر على دخول المساعدات على هذا الوضع الإنساني. هذا ما نرصده حتى هذه الساعة. تفضل هشام إذا كانت لديك أي أسئلة. شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرازق مراسل إكسترا نيوز على نقل الصورة كاملة من معبر رفح، شكرا لك. مشاهدينا، بعد متابعة الأوضاع من الجانب المصري من معبر رفح لم يتبقى سوى تذكير بعناوين الثالثة.
الرئيس السيسي يثمن المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. الرئيس السيسي يؤكد الموقف المصري الداعي لعدم توسع دائرة الصراع ووقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة. ومدبولي يؤكد أن إجراءات الدولة أسهمت في إنهاء مشكلة نقص الدواء بصورة كبيرة. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. كنا معكم في هذه النشرة الزميلة رغدة بكر وأنا هشام عبد التواب. إلى اللقاء.